رضوان الزقريري فاعل جمعوي رئيس جمعيه المستقبل التنميه الاجتماعيه هنا بني هنا مدينه بني يخلف. كما كتشوفوا الصوره تعبر احنا كنا تنعيبوا على واحد امبوتو كان في الالجيريان نعيبوا الناس ولعيبوا فينا. هما كما كتشوفوا هذا كسبب تقريبا شي ربعه ديال الحوادث. هذا انا حضرت لهم ربعه ديال الحوادث حاسبهم. هذه تقريبا شي طرواجر واحد السيده هي اللي ضربات هنا. دونك هنا كنتمنوا ان من المسؤولين ديال بني يخلف ولا المسؤولين على هذا القطاع ان هذا واش غادي يتسناو حتى يموت الواحد عادي يمكن لينا حنا نتميو جايين ونصبوه في هذا ولا في هذا. دونك حنا بغينا الحل في اسرع وقت. هذا راه غيسبب كارثه الله يستر غيسبب كارثه. وكما كتشوفوا ها الشظايا ديال السياره ماشي قرب حدا باش نسمعوا مؤخرا ولا البارح داير السيد من هنا دار تلقى معاه حضرت لهم مسكين هذا اول البارح قلت لهم كنت مشي طرواجر تقريبا. اذا الشظايا ديال السياره. اذا مرات اخرى تناش ديال السلطات المحليه ولا الناس المسؤولين على هذا القطاع ان هذا خاصو يدار ليه حل. غير باش نوضح انايا في الروبورتاج ديالي ضد هذيك الكلمات اللي كنقولوا دائما خاصنا نحيدوها وهو انا كنقولوا كنتمناو المسؤولين ديروا خاصو يتحد كنقولوا لهم ديروا خدمتكم بطبيعه الحال تخلصوا ديروا خدمتكم. شوف الا ما درتوش خدمتكم كدير شكوك واش ربما ما كتخلصوش. وضحوا لينا لا القضيه اللي قلتها بواحد الحفره القادوس بها 40 سبع اللي كيشكل تا واحد الخطر. شوف المسؤولين ولا نقولوا لهم كنتمناو المسؤولين تيتخلصوا كيتخلصوا هنا بجماعه بني خلف كيتخلصوا. دونك خاصهم كيتخلصوا كيقتصادوا على واحد المبلغ شهري انهم خاصهم يديروا خدمتهم. خاصهم يديروا خدمتهم ولا ما استطاعوش يديروا شي خدمه بشي حاجه يخرجوا للاعلام ويوضحوا بطبيعه الاكراه اللي عندهم بطبيعه الحال. انكم تحيدوا مثلا هذا البوطو ربما معجزه باش يحيدوا هذا البوطو. اول حل سهل دابا الحل سهل هما كيصعبوه فهمتي. هما هو الحل سهل جدا. كاين بوطو هنا كاين بوطو اخر حداه راهو هذا شويه باش نشوف هذا اش كيقول لا خاصو يتحول ليه هذا البوست يتحول للجهه الاخرى. هذا هادو خذوه الناس ديال البراهمه كيقولوا ب 14 مليون هما اللي خذوه الناس ديال البراهمه كيقول لك حنا اللي شريناه بالرزق ديالنا هاد البوست. دونك دوار سرقاوه البراهمه اما كما كتسمع الناس. كيولد الناس الساكنه كامل كيقولوا ولات لهم كهرباء الناس كامل. يعني دابا ملي كتوصل واحد السبعه العشيه او الثمانيه العشيه ما تيبقاش الضوء فهمتي. يعني من 220 تتبقى 37 35 يعني بزاف ديال الحوادث لقينا حنايا. مشاو لينا التلفازات مشاو لنا الثلاجات مشاو لنا بزاف ديال المسائل. هذا راه مشكل خرج مشكل واحد الفوطو هذا تحمق هذه ثلاث مرات هو كيتحرق هذاك التوليد الكهربائي راه ثلاث مرات هو كيتحرق وما كيبدلوه فهمتي. وما كافيش الساكنه ديال هنا الناس. اذا كما كتشوفوا الاخوان هو وسط او وسط الطريق وسط الطريق كما كتشوفوا الصوره واضحه. ما حنا ما كنخبيو شي حاجه رغم اننا كنتكلموا بحرقه على هذه الجماعه تيقول لك هذا كيخدم الانجود اجنيده فهمتي. دونك هنا كنتمناو انه خاصو يتحيد في اسرع وقت قبل ما يطرا شي مشكل كبير. الله يجازيكم بخير. السلام عليكم. الزوق محجوب فاعل جمعوي. اولا شكرا المحمديه بريس على الحضور ديالكم. مع الاسف كنتاسفوا انني جيت انا والسي رضوان نهار السبت كديز انا وياه غير جينا هنايا قلت لي هذا البوطو هذا بحال هكا شفناه انا تعجبت. انا كنت كنشوف هذا البوطو كيلوحوا شي واحد في التصاور كيشوفوا راه وسط الطريق غادي منا ما يعني قلنا شي حاجه ماشي باينه زعما. ولكن راه مني جيت انا وياه نهار السبت وشفتو ما بقاش كنقول انا الجزائر عندهم سميتو بوطو وسط الطريق ولا شي حاجه. حنا في المحمديه في المغرب في المحمديه ملي كتشوف بوطو بحال هذا عندك وسط الطريق خليني غتقول لي انا بنيتي العمارات ديالك ودرتي الشانطي ديالك واش انتوما مني درتو الشانطي فكرتو في الشانطي واش هذا البوطو ما فكرتوش فيه. ما يقولوش لينا حنا ما كاينش الحل. يعني الا كان حنا كاين شي واحد تيقول لا ماشي الشركه ديال ليديك راه المكتب الوطني الكهرباء. يعني المكتب الوطني الكهرباء بالنسبه لهذا العمود هذا الكهرباء هذا عنده الحل ديالو باش يتهز ويتحط هنا وعنده الحل ديالو يتهز ويتحط ليه. يعني عنده جميع الحلول. الا بغاو حنا نعطيوهم الحل كيفاش يتحيد منه يتحيد. اما النهار الاول فاش جيتو انتوما كتصايبوا في الشارع هنايا
راكم شفتوا هذا، يعني شنو تتقولوا نهار الاول ملي جيتوا كتبنيو في هذه الموبلات شفتوا هذا البوطو هذا؟ اذا المواطن عندكم ما عندكمش مشكل معاه، يعني المواطن اللي بغى يدير السيده يموت ماشي مشكل، الا مات عندكم واحد اخر. المهم هو البروجيات ديالكم المشاريع ديالكم يتصاوبوا. يعني راه كنتاسفوا حنا ملي كتشوف بوطو بحال هذه، يعني ماشي شي حاجه اللي صعيبه، هذه اسهل ما يكون، سهله انكم تحيدوا هذا المشكل. يعني دابا كون كنا غدا ولا بس غدا غنسمعوا زياره ملكيه غتكون هنا، والله ما يبقى هذا. شي كون كانت زياره ملكيه والله ما يبقى هذا، والله تيتحيد هذا، هذا يتحيد بزاف يتحيد، وغادي نقلبوا عليه ما غنلقاوش فين مشى، غنلقاو هذا البوطو تحيد وهذا الشيء ديال الضو الصغير هنا. ولكن ما كايناش زياره ملكيه، كون كانت زياره ملكيه كون غير العامل ديال عماله المحمديه جا قال لهم غادي نجي ندير واحد الزياره هنا غادي يحيدوه من هنايا، ما غاديش يخلوه. اذا بالنسبه للمسؤولين ديال الجماعه ديال بني خلف راه في راسهم هذا الشيء، بالنسبه للمكتب الوطني للكهرباء في راسهم هذا الشيء، بالنسبه للسيد مول الاقامات او للناس اللي صايبوا الشارع في راسهم هذا الشيء، باش ما يقولوش لينا بان لا راه شي واحد ما شافوا، لا خصكم تصوروا لينا نتوما ولا تجيبوا الصحافه ولا خصنا لجنه ولا خصنا باش نشوفوه. بالعكس هذا شفتوه، يعني نتوما راه شفتوه، يعني جينا حنا نهار السبت درنا لايف، جاوا الناس واحد اخرى قبل منا صوروه، جيتوا نتوما اليوم نتوما كديروا انترفيو كتصوروه، كاين مجتمع مدني جا حتى هو شافوا كل شيء، اذا نتوما راه شفتوه. اذا شنو غيبقى؟ غيبقى الحل هو عندكم نتوما، خصكم تحيدوا، ما تقولوش لينا حنايا لا خصنا كيفاش نديروا ليه وبلا تنسالي وعاش نحيدوا. اذا توقع شي كارثه حنا من هذا المنبر هذا تنقول لكم بان هذا البوطو هذا غادي نتبعوه حنايا كفاعلين جمعويين متبعين الشان المحلي ان شاء الله مع الاخر دوان الزقريلي والناس ديال بني خلف، وانا نحن الناس ديال المحمديه غادي نجيو ان شاء الله الاسبوع القادم ان شاء الله غادي نجيو، وغتكون معنا صحافه وحده اخرى وغتكونوا معنا نتوما ويكونوا معنا جمعويين حقوقيين، غادي نبقاو ان شاء الله على هذا البوطو هذا. حنا ما عندناش مشكل غادي نبقاو. بالنسبه للحوادث، بالنسبه للحوادث نتوما كتشوفوا راه جينا حنا تصدمنا لقينا بان كاين واحد الاكسيدو هنا، ها هي كتشوفوها، يعني الناس الاغلبيه اللي جاو من هنايا راه حنا غير هذه البلاصه هذه بحال لوطوروت هذه، كتشوف هنا السرعه كيفاش دايره، راه شفتي السرعه. تصور معايا انت هي جاي في الليل وكاينه الضبابه وهنا قال لك الضبابه كاينه، وهنايا قال لك هذه البلاصه هذه راه ما كاينش اناره، هذا الشارع كله هذا رساله لشركه ليديك بان هذا الشارع هذا راه ما كاينش فيه الاناره، حاولوا ديروا لي الضوء الا ما كانوا البولات خاسرين صايبوا البولات ديالهم، الا كان الكابليات مقطعين صايبوا الكابليات ديالهم. المهم بالنسبه للناس اللي غادي تموت من هنا، الا كانت الضباب الله يسر غادي يدخل هنا غيموت، غتولي هنا غاده في اسره، يعني اربعه الناس ولا خمسه غادي تجي الصحافه غيقولوا انا لله وانا اليه راجعون. ولكن شكون هو السبب؟ هذاك المسؤول الفاشل اللي خلى هذا البوطو هنا، هذاك المواطن الفاشل حتى هو اللي ساكت، هذاك المجتمع المدني اللي يدير مجتمع مدني حتى هو ساكت على الحق، لان بحال هكا ملي كتشوفوا حنا هذه راه كارثه. هذه انا با ولا امي ولا اختي ولا شي واحد من عائلتي غادي تما جاي وغيضرب هنايا غيبقى في الحال. اذا حنا كمجتمع مدني الا بقينا ساكتين على بحال هاد الكوارث هذه وغنمشيو نعسوا ونحيدوا العمل الجمعوي، الا بقينا كمسؤولين ومريحين وتنشوفوا بعينينا والناس صوتوا عليكم وعطاوكم الصوت وكل شيء وكيقولوا لكم احنا ماشي مشكل نعطيوكم مهله ديال 6 شهور ديال عام ديال عامين، ولكن راه بزاف راه شي حاجه اللي هي سهله سهله. اذا انتم التليفون تقدروا تعيطوا للمكتب الوطني للكهرباء، الا بغى الحل راه سهل الحل باش يحيدوا من هنا يحيدوا. اذا ما تخليوش المواطن كيعاني، ما تخليوش الساكنه كتعاني، ما تخليوش حنا نبداو غدا ثاني نعاودوا نرجعوا نجيو ونبداو نصوروا ونبداو نكتبوا ونبقاو نغوتوا حشومه على بوطو. الناس راه ما عارفين وصلات، راه كيبنيو تحت الارض دابا، الناس كيبنيو في البحر، حنا غنبقاو ضاربين على بوطو وكاين وسط الطريق هنايا، خاصكم تحيدوا لينا الله يرحم والديكم ونطلبوا فيكم، لان راه شي حاجه اللي سهله سهله، راه حنا ماشي تنغوتوا عليكم ولا تنقولوا خاصكم ديروا شي حاجه اللي هي خطيره، خدمتكم ديروها وحنا غنصفقوا لكم. شكرا. اذا الاضافه اللي عندك كما كتشوفوا هو هذا بعدا كاين هذا البوطو هو اصلا طايحه، هو كله مشقوق من دوفاس من هنا ومن الجهه الاخرى، ها هو شغل شقوق، يعني هذا راه طايح، هو في حد ذاته راه طايح. اذا المسؤولين بطبيعه الحال، اذا المسؤولين شنو كيتسناو؟ كيتسناو تيموت واحد كم هائل ديال الناس؟ لا حرام، خاصهم يدار الحل هذا، خاصو ليه الحل. حنا ما غاديش نسكتوا على هذه القضيه، حنا ماشي حنا ما كيسعاو حتى شي واحد، خاص هذا الحل. يعني المسؤولين ديال جماعه بني خلف هما اللي خاصهم يهضروا على هذا البوطو، هما البلاصه اللي خطيره من طبيعه الحال. هذه هي الدوره، هي هذه هذه البلاصه هي هذه، يعني هذه فيها ليمن، هذه كرواز، هذه كروازما، هذه كروازما فيها ليمن اللي كيكونوا جايين من المرايات كيجيبوا واحد السرعه، هاد السرعه كتكون فائقه. درك هذا اللي جاي هنا عاد بالو راه الطريق ديالو، ما كاينش بطبيعه الحال، حتى علامه التشوير ما كاينش بطبيعه الحال، حتى شي علامه ديال التشوير ما كاينه هنا، يعني هذا هو المشكل هنا راه كيسبب. الاناره واش كتكون خدامه؟ لا ما خداماش الاناره، ما خداماش، كاينه بعض كاين بعض انا كاينين بعض البولات اللي دايرين هنا اللي شاعله وحده شاعله السا ما شاعلينش وغاده بحال هكا، والمشكل مطروح هنا في هذا الشارع، في هذا الشارع كيتسبوا الله يستر هنا في هاد السريع بدا كاين فيه الكريساج، ما كاينش اللي كيتسوق. أيه. حنا هذاك فيه الكريساج لانه ظلمه، هذا المجرمين تيغتنموا الفرصه. والغريب في الامر حنا دابا كنتكلموا على هذا البوطو خاصو يتحيد، هذا خاصو يتحيد،
حنا المسؤوليه خصهم يخدموا يديروا خدمتهم. هذا كيجرنا الحديث على يعني في المحمديه ايضا كاينين واحد الربعه ديال الخلاف عارفين انتم هذه القضيه، عارفين كاين واحد حدا اوتيل ايفنتيل الاخر حدا ملي شي واحد كتسول وراه النخله كيقول لا راه ممنوع تحيد النخله، لا خاصها ظاهر وسيدي نحيدوا هذا الظاهر، وهذا راه اسهل ما يكون. شي اللي بغاو يخدموا كيخدموا، ولا قرار من الباشا، ولا اذا كيبغيو يخدموا اذا كيبغيو يخدموا كيخدموا وخليوه 100%. لا حتى بغا يقول لك كاين ظاهر، لا 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 المسؤوليه كيتملصوا من المسؤوليه ديالها. لا هذا خاصو يتحيد، هذا المشكل، هذا خاصو يتحيد، هذا بلا نبقى نهضر، هذا خاصو يتحيد، هذا خاصو الحل. حنا ما تنسعاو حتى شي واحد، حنا كنطلبوا الحق ديالنا. غادي نجيو ثاني ما عندناش مشكل، الاسم المقاضي غادي نجيو. تحياتي، شكرا. هاك شد الميكرو ديالك. اذا مشاهدينا كما شفتوا